بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم هناخد question tags، يعني السؤال المزيل، بمعنى أليس كذلك. تعريفه: A question tag is a short question at the end of a sentence، يعني بيقول سؤال قصير في نهاية الجملة. To check a fact or affirm an idea، يعني بنتأكد من حقيقة أو إيه، أو نتأكد من نسبة فكرة. يعني في مثال قدامنا، example: You are from Egypt، بنقول أنت تكون من مصر. You are from Egypt، أدي دي اسمها إيه؟ statement، يعني جملة خبرية. جملة إيه؟ خبرية، فيها فعل اللي هو are، والفعل اللي هو ايه؟ you. بعد الجملة الخبرية دي بيكون فيه كوما يعني فاصلة، وبأدي السؤال ده اللي هو اسمه ايه؟ question tag: aren't you، بمعنى ايه؟ أليس كذلك. aren't you يعني بمعنى أليس كذلك، يعني بنستخدم الفعل اللي هو هنا اللي هو are ده، اللي هو الفعل يكون اللي هو الأساسي في الجملة، وبنجيبوه قبل الفاعل، الضمير الفاعل ده. وإذا كان طبعا هنا الفعل إيه؟ مثبت، يعني مش منفي، بيكون السؤال منفي. طب إذا كان الفعل هنا منفي، بنخلي السؤال إيه؟ مثبت. يبقى المثال: Are you from Egypt؟ هل أنت تكون من مصر؟ أليس كذلك؟ aren't you. التكوين بقى، ناخد التكوين، الفورم، التكوين. يبقى هنا إذا كانت الجملة مثبتة، بعد الكومة بيأتي الفعل المساعد منفي زائد السبجكت اللي هو الضمير، زي مثلا subject الضمير اللي هو you، زي أنت. والفعل المساعد هنا يعتبر الفعل are، لأنه فعل يكون نستخدمه هو في السؤال. أو جملة منفية، أبتدي جملة منفية، إذا كانت جملة منفية بنجيب الفعل المساعد مثبت زائد الاس يعني subject فاعل، وهكذا، ونعمل علامة استفهام في الآخر. هناخد مثال لجملة منفية وجملة مثبتة. جملة منفية ايه؟ الجملة المنفية عادي الفاعل is يكون، ومنفية يعني ايه؟ بنحط بعدها ان apostrophe t، يعني اللي هي ايه؟ اختصار not، يعني لا يكون كده، علي لا يكون here يعني هنا، وبعدها كوما، بنكون السؤال ده السؤال اللي هو question tag، يعني سؤال مزيد. بنجيب is لأنه فعل يكون بنستخدمه هو بis قبل ايه؟ وضمير بدل علي اللي هو ايه؟ he. علي isn't here، يبقى نقول is he أليس كذلك. طب جملة مثبتة، علي is here، علي يكون هنا، نقول ايه؟ isn't he أليس كذلك. طيب بالنسبة للأفعال المساعدة أو اللي بنسميها الأفعال الناقصة، تتكرر عند تكوين السؤال. والأفعال المساعدة هي am و is و are، ده طبعا الفعل يكون. am و is و are الفعل ايه؟ يكون في المضارع، و was و were الفعل يكون في الماضي، يعني was الماضي بتاع am و is، و were كانوا الماضي بتاع are. بنستخدم هما بنستخدم الأفعال دي هي has و have و had، ده فعل يملك، بتسمى أفعال مساعدة لما يجي بعدها تصريف ثالث، يعني has have الماضي بتاعهم ايه؟ had، الماضي بتاعهم had.
والسوف الماضي بتاعها وض، شال الماضي بتاعها ايه شد، كان يستطيع الماضي بتاعها قد استطاع، must يجب، may ربما، ومايت ربما، ought to يعني يجب أن، ought to يعني يجب أن. نبدأ you will come يعني أنت سوف تأتي، كما want you، يبقى want دي اللي هي النفي بتاع will، will يعني سوف، يعني will يعني سوف، النفي بتاعها want، بنجيب النفي بتاعها نستخدم لأنه فعل ناقص بنستخدمه هو هو بس بننفيه ونجيب الضمير ده بعده، يبقى ليس كذلك. you want to come أدي منفي عكسناها، منفي هنا يبقى نقول will you، you want to come will you. دي بالنسبة للأفعال، الأفعال اللي هي المساعدة. أما في بقى بعد كده بيفضل لنا اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط. المضارع البسيط بنستخدم do أو does أفعال مساعدة. مثلا نمسك الجملة دي زي listen will، يعني هم يستمعوا كويس، دي الفعل هنا عندنا يستمع، ده مضارع بسيط يعني مصدر من غير الاس، لان هي زي واي ويو وي بنحط الفعل مصدر من غير الاس. زي listen will هم يستمعوا جيدا حسنا. ما ينفعش نقول لما نكون سؤال نقول listen they، لا الفعل ده من غير الاس في المضارع البسيط نستخدم له do فعل مساعد. طب الجملة هنا مثبتة يبقى نقول don't they، don't they، they listen will don't they، يعني هم يستمعوا حسنا، أليس كذلك، أليس كذلك، don't you، don't they. الجملة الثانية النوع الثاني she listens، هنا حطنا اس ليه بقى، لان الفعل هنا ايه هي مفرد غائب مع هي وشي وات بنضيف للفعل اخر الفعل اس في المضارع البسيط، يبقى تستمع، هي تستمع حسنا، نقول ايه الفعل اللي اخره اس طبعا بناخد له does فعل مساعد. ما ينفعش نقول listens she، لا نقول does وهي جملة مثبتة هنا، يبقى نقول doesn't she، اليس كذا، doesn't she. بالنسبة للماضي ايه البسيط نستخدم did، الماضي البسيط بيكون الفعل المنتظم فيه اخره اي دي زي كده، زي هي بلعيد تنس، هو لعب تنس، يبقى نستخدم له did. ما نقول ما ينفعش برضو نقول بلعيد هي، نقول did، الفعل هنا ايه مثبت، نقول didn't he. طب إذا كانت الجملة منفية تبقى he didn't play من غير ال ed، he didn't play tennis، كنا قلنا إيه did he، عكسناها did he. بالنسبة فيها حالات خاصة بقى شاذة، حالات خاصة special forms صيغة شاذة، يعني مثلا نقول I am أنا أكون، أنا الضمير و am دي معناها يكون، دي طبعا بتبقى في السؤال اللي هو ليس كذلك question tag، بتبقى نقول aren't you، المفروض نقول am not I، لا هي حالة خاصة كده نقول aren't I، زي المثال ده I am your friend أنا صديقة aren't I. طب لما جملة تبدأ بthis، this وthis معناها هذا، ضمير إشارة للمفرد بدل ما بنستخدمها هي هي بنستخدم it، ضمير اللي هو هو أو هي، هو أو هي لغير العاقل.
زي المثل ده. This is an interesting film. هذا يكون فيلم شيق. بنجيب فعل يكون اللي هو من عدناه من الأفعال المساعدة أو الناقصة وننفيه عشان جملة مثبتة. نقول isn't، وبدل this دي بنقول الضمير it. isn't it أليس كذلك. برضو بالنسبة للإيه ذات، ذات يعني ذلك أو تلك، للبعيد ضمير إشارة البعيد بنستخدم بدلها إيه it. That was a nice answer، كانت إجابة لطيفة. نقول wasn't، نقول wasn't it، wasn't it. بالنسبة لكلمة there معناها هناك لوحديها، هناك، بس لما يجي بعدها فعل يكون، فعل يكون is يبقى معناها يوجد. هنا بيقول there isn't a subway in town، لا يوجد هنا، يبقى نقول ايه نعكسها، بدل ما isn't نقول is، ونستخدم there هي is there، is there أليس كذلك. let's معنى ايه هيا، let يعني اسمح، وابوستروف اس المفرد الاساسي بتاعها هي اس، بس انا بنختصرها بنقول let's، ممكن نقول let us، اصل هي ايه نحن، ضمير المفعول من نحن، بنقول let's. طبعا بنستخدم بدلها shall we، اللي shall يعني سوف we، الضمير we نحن. مثال let's go on a holiday، يعني هيا نذهب في ناخد اجازة، يعني نقول shall we. نيجي بقى الى الامر، الامر في امر مثبت وامر منفي. الامر المثبت زي مثلا اقول لك خذ تيك ذا جاربج اوت، يخرج الزبالة، جاربج اللي هي الكمام، يبقى هنا الفعل مثبت، يعني الامر المثبت بيبدأ بمصدر انفينيتيف، يبدأ بايه انفينيتيف، انفينيتيف يعني كده كلمة انفينيتيف يعني الفعل في المصدر التصريف الاول. نقول تيك ذا جاربج اوت، يبقى ناخد الفعل السؤال ايه ويل يو، ويل يو. طب الامر المنفي اللي هو يبدأ بدونت، يعني لا، دونت يعني ايه لا، لما نخلي جملة امر منفي بنحط دونت اللي هي لا قبل برضو المصدر، قبل ايه مصدر. دونت دروب، دروب ما توقعش زبالة، يعني ليتر يعني كمامة. ويل يو برضو بنقول ويل يو، يبقى الامر المنفي والامر المثبت بيستخدم لهم ايه ويل يو. اللي بعد كده لما بنلاقي ابوستروفي دي اختصار، اعرف اختصارها ايه وود، زي مثال ده she would like to come، هي تريد ان تأتي، would like يعني معناها هي يريد، يبقى نقول ايه السؤال بتاعها wouldn't she، wouldn't she، wouldn't she. بالنسبة للأبوستروفي دي برضو الأولانية لو جه بعدها مصدر تبقى تعرفها بتاعت ايه would اهو like. التانية الأبوستروفي دي لو جه بعدها بي بي يعني التصريف الثالث للفعل اعرفها انها ايه had، انها هي had، زي المثال ده شيء هنا نعرف انها شيء had لان هنا gone التصريف الثالث بتاعه جوه يذهب. she had gone there، يبقى نقول hadn't she، hadn't she. طيب بالنسبة apostrophe is، إذا كانت جات الأبوستروفي is وراها فعل زائد ing، فعل زائد ing عرفها أنها إيه is يكون، يبقى نقول he is watching TV، يعني هو بيشاهد الإيه التلفزيون. نبقى نقول السؤال المزيد isn't it أليس كذلك. طب في برضو أبوستروفي إس تانية
لما يكون يجي بعدها البي بي يعني التصريف التالت، نعرف ان اختصار ايه هاز في المضارع التام، هي هاز واتشد ذا ماتش، يعني هو شاهد الماتش، نبقى نقول هازنت هي، يبقى دي هاز ننفيها عشان الجملة مثبتة ونجيبها قبل هي. بالنسبة للكلمات every يعني كل واحد، كل شخص، every يعني كل شخص، كل شخص، everybody برضو كل شخص، كل واحد، كل واحد، no one لا أحد، nobody لا أحد برضو، لا أحد، someone يعني شخص، somebody يعني برضو شخص ما، شخص ما، كل الكلمات دي شخص ما، كل الكلمات دي ايه بنبدلها ونحط بدلها ايه زي يعني هوم، زي يعني ايه هوم. اما الاشياء اللي ايه اللي هي معناها فيها في كلمة thing يعني شيء، everything يعني كل شيء، كل شيء، everything كل شيء، كل شيء، nothing يعني لا شيء، something يعني شيء، دول بنستخدم بدلهم ايه it، نستخدم بدلهم، نستبدل الكلمات دي بايه بكلمة it. هنحل تم exercise على ال question tag او add a question tag to the following sentence، حط ايه question tag لهذه الجمل. let's يعني هيا بنا go for a walk، نذهب للمشي، يبقى نقول ايه كلمة let's نستخدم مع ايه let's shall we، shall we، أليس كذا، ونعمل علامة استفهام. don't ده أمر منفي، don't do it لا تفعلها، الأمر المنفي بنستخدم مع ايه will you، will we، will you، will you، will you. everybody كلمة everybody بنستبدلها بزي، طبعا الجملة ايه في الماضي البسيطة بنستخدم لها did ومثبتة، يبقى didn't they، didn't they. هي would rather، لما نلاقي كلمة rather يبقى الابوستروف في دي دي اختصار ايه would، وهي مثبتة يبقى نقول wouldn't he، wouldn't، wouldn't he. number 5 ودي ايه better من الافضل، يبقى دي اختصاري had، اختصاري had، had better من الأفضل، يبقى نقول hadn't we، hadn't we. everything كل شيء is all right، قلنا كل شيء يعني it الضمير بتاعها it، و is دي مثبتة يبقى نستخدمها قبل it وننفيها isn't it. they won't be late، won't دي النفي بتاع will، يبقى نخليها مثبتة ونجيبها قبل they، will they. number 8 something is wrong شيء خطأ، something بنقول بدلها it، والفعل هنا مثبت يبقى نقول isn't it، isn't it. number 9 she used to، used to معنى تعود على، تعود على، يبقى دي ماضي بسيط ومثبت في نفس الوقت، يبقى نقول didn't she، didn't، didn't she، معناها ليس كذلك، اتعودت تعيش في in Alexandria يبقى ليس كذلك. you didn't do it انت لم تفعلها،
يبقى نقول ايه، يبقى نخلي دي مثبتة، يبقى تبقى ديد، ديد يو، ديد يو. هي ليفز ان كايرو، هو يعيش في القاهرة. الفعل هنا مضارب بسيط اخره اس، يبقى نستخدم له داز كفعل مساعد. ومثبتة الجملة هيبقى ننفيها doesn't ونجيبها قبل ايه هي، يبقى نقول doesn't هي. رقم 12 12 you don't، بننفي بنخلي دي مثبتة، يبقى do do you do you. 13 اخر جملة they have finished، هنا الابوستروف في اختصار ايه have، يبقى دافع من افعال المساعدة المناقصة بنخليه منفي قبل ايه زي، يبقى نقول haven't زي، haven't زي زي. هناخد اسئلة اختياري، choose the correct answer. you have met كريم، نقول did you ولا didn't you ولا haven't you ولا have you. هنا الفعل هنا have، صار هاف، يبقى نخليها منفية وقبل يو، يبقى هافنت يو اهي، يبقى رقم ايه، انا رقم 3. 2 زي وانت بي ليت، هنا هنحدد الفعل ده وانت، يبقى ايه المفروض نقول ويل عشان منفية، ويل زي، تبقى الاجابة الصح ويل زي، اللي هي ايه، يبقى ناخد ويل اهي وهي زي. نمبر 3 ماري ليفت مسج، هنا الفعل ايه ليفت، ترك ماضي بسيط، نخليه didn't بقى، didn't كده، وبدل ماري يبقى شي اهي شي، يبقى نختار didn't الفعل ده، يبقى الاجابة الصح didn't. نمبر 4 رقم 4 nobody so what happened، لا احد، يبقى قلنا nobody بدل اي ضمير زي، يعتبر منفية كده، يبقى نقول did زي، did زي الاخيرة did زي. رقم 5 don't do it، ده امر منفي، يبقى نقول ايه الامر المنفي، يبقى will you، will you رقم 1 will you. نمبر 6 he hadn't enough، he hadn't enough money، يبقى نقول had he، had he رقم 1 had he. number 7 I will see you tomorrow، will هنا يبقى نقول want I، want I. number 8 something is، انا ابوستروفي اس اختصار ايه is، يبقى نقول isn't it، isn't it اهي الاجابة ايه التالتة، isn't it. رقم 9 there isn't a time for another game، لا يوجد وقت للعبة كافية، there isn't time for another game، يبقى هنا نقول إجابة، تبقى هنا أخد إز هنا وقبل إيه زير، إز زير يبقى رقم 1 الإجابة الصح رقم 1. وكده انتهينا من شرح كود شانتاج، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير، وثانكس فور واتشنج مستر محمد، وإلى اللقاء.